حياكم الله. يمر كل صاحب مشروع جديد في تحدي يعني ممكن يكون مجهد للبعض، وهو اختيار موقع أو لوكيشن المشروع. فهل يأخذ مشروع بناء على أقل سعر حصله في السوق، ولا يأخذ على أحسن مكان؟ ما هي الطريقة وما هو الأسلوب الصحيح لاختيار موقع المشروع؟ هذا موضوعنا اليوم في برنامج البوصلة، خلكم ويانا. أول حاجة لازم نفهمها في هذا الوقت، هل الشريحة المستهدفة تبغي تزور محل أو تنزل إلى السوق علشان تأخذ هذا المنتج اللي عندك، أم اليوم ممكن تستخدم الأدوات الموجودة في الإنترنت علشان توصل لهاي للناس؟ هذا مهم جدا. فكثير من المحلات أو الشركات العالمية حول العالم قلصت عدد الفروع اللي عندها بسبب أنه في بعض المنتجات الناس صارت ترتاح أنها تشتريها بطريقة أو أخرى عبر الإنترنت. ثاني حاجة لازم نفهمها، وهذا اعتقاد سائد ما بين بعض الأشخاص المقبلين على فتح مشاريع جديدة، إن أنا لو حصلت محل إيجار وتكلفة قليلة فهذا يعتبر بالأمر الجيد، وراح أستفيد أنا من توفير المبلغ في هذه الحاجة. وهذا الأمر خطأ، لأنك أنت اليوم ممكن تأخذ محل معين وتتفاجأ إن المحل شكله حلو فقط ولكن الوصول له وايد صعب، أو ممكن تأخذ محل علشان تعمل له تجهيزات خاصة فيه تفاجأ إن هذا المحل ما يستوعب، لازم تعمل صيانة مبلغ وقدرة علشان تقدر تحوله إلى مطعم أو تحوله إلى محل معين. وعلشان ما تضيع تعرف تتخذ القرار الصحيح، بعطيك أنا كم من طريقة ممكن تساعدك إن شاء الله. أول حاجة عشان نتحقق من جودة المكان، نزوره في عدة أوقات من الأسبوع، فترة الصباح، فترة المساء، في عطلة الأسبوع نحاول نشوف هذا المكان كيف قاعد يعمل بشكل عام. هل في ناس تمر في هذه المنطقة؟ هل يمكن في أشخاص يعتبرون من الشريحة المستهدفة؟ فتعمل لك أنت هذه الممارسة، طلع منها تقرير معين خاص فيك وتخلي عندك. ثنين، تأكد أن فكرة مشروعك تناسب المحل وتناسب البيئة والمنطقة ككل. فأنت ما تريد اليوم تفتح محل ورود على سبيل المثال في منطقة صناعية، أو ما تريد تفتح مطعم يقدم وجبات شوية يعني بسعر أعلى في منطقة أنت تعرف أن الشريحة الموجودة هناك يشوفون هذا السعر غالي بالنسبة لهم، فتأكد من البيئة المناسبة للمشروع. ورقم ثلاثة، تأكد من كلفة الإيجار، البنية التحتية للمحل، والمميزات اللي ممكن تأتي مع هذه الصفقة. هل بتكون الكهرباء عليهم؟ هل المياه مثلا عليك؟ شو الأشياء اللي ممكن تحصل عليها أو ممكن تتفاوض عشان تحصل عليها؟ وآخر نقطة، وعلشان تتأكد بشكل أخير، استعن بخبير مالي أو شخص يسوي لك دراسة مالية وتعطيه بيانات هذا المحل، من حجم المحل، من كلفة الإيجار، من الرسوم اللي ممكن تكون خاصة في هذه المنطقة. هذه معلومات أنت فقط ممكن تعطيها للشخص اللي بيسوي لك دراسة جدوى. وبالأخير بعد ما تعمل هذه الممارسة بتكون عندك إجابة أوضح بإذن الله تعالى. الله يوفقكم إن شاء الله، ونشوفكم على كل خير.